يا صباح الخير والسعادة والرضا والابتسامة المصرية الجميلة على وشوش الناس الطيبة، ناس وأهل بلدنا في كل مكان. فيك يا مصر صباح الخير على حضراتكم. حلقة جديدة من صباح أون النهاردة 28 فبراير، يوم الأربع، آخر يوم في شهر فبراير. فبراير طول معانا جدا يا جماعة، الشهر ده المفروض هو أقصر شهور السنة لكن كان أيامه طويلة. فالنهاردة آخر يوم في الشهر، يا رب كده يوم كله خير وسعادة وعمل وإنتاج، كل واحد كده نازل الصبح يشحن نفسه كده بطاقة إيجابية بتفاؤل. تفائلوا بالخير تجدوه، إن شاء الله يوم موفق لحضراتكم جميعا. النهاردة في صباح أون زي ما تعودنا دايما معانا فقرات مختلفة متنوعة، بنحاول كده الصبح إن احنا نقدم لحضراتكم مجموعة كده من المتابعات والخدمات الخاصة بحالة الطقس، المرور، وكمان هنشوف كده قراءة لأهم عناوين ومنشطات الصحافة وأهم أخبار بلدنا، إيه اللي حصل في بلدنا امبارح، هيكون معاكم النهاردة إن شاء الله في صباحهم. كمان معانا النهاردة فقرتين، الفقرة الأولى هنتكلم فيها عن مبادرة جميلة جدا قام بيها مجموعة من الفنانين، عملوا مزاد خيري أونلاين. إيه قصة المزاد الخيري أونلاين؟ هم فنانين تشكيليين عملوا المزاد ده عشان يخصصوا العائد منه لمرضى سرطان الثدي. إحنا في شهر مارس المقبل هنحتفل باليوم العالمي لسرطان الثدي، نسبة كبيرة جدا من الإصابة بهذا المرض موجودة في مصر وللأسف الشديد المعدلات عالية. فهنتكلم مع الفنان وسيم إمام ونتعرف على المبادرة دي، إزاي الفنانين فكروا كده إن هم يعملوا مزاد أونلاين، مزاد خيري على الإنترنت. ده هيبقى فقرة معانا النهاردة في صباحهم. مش هنبعد كتير عن المرأة النهاردة، الحلقة يعني المرأة فيها بطلة بامتياز. الفقرة التانية هتكون عن قافلة طبية وتوعوية نظمتها المجلس القومي للمرأة، نظمها المجلس القومي للمرأة لحي الأسمرات. القافلة دي انطلقت من أيام يعني توقيع الكشف على أهلنا في حي الأسمرات. حي الأسمرات اللي الفترة الأخيرة شفنا شهد كده نقلة لناس وأهلنا هناك بشكل كبير، في اهتمام كمان بجوانب كتيرة صحية واجتماعية في حي الأسمرات. هنتعرف مع دكتورة جميلة نصر عضو المجلس القومي للمرأة عن طبيعة القافلة دي، إيه الخدمات اللي ممكن تقدمها لأهلنا في حي الأسمرات. دي باختصار كده أهم الفقرات معانا النهاردة في صباح أون. نبتدي معاكم بقى بتقرير أو مش تقرير، بفيديو كده وشوية لقطات عن سيدة روسية تحدت العالم. سيدة روسية عندها كم سنة؟ عندها 95 سنة. تخيلوا العمر ده 95 سنة، ده ما منعهاش إنها يعني تغامر وإنها تستلذ كده بروح المغامرة، زي ما احنا شايفين دلوقتي السيدة ماريا كولتاكوفا 95 سنة. وكالة رابط للروسية قالت انها حبت انها تطير في السماء. ازاي تطير في السماء؟ تعمل مغامرة الخاصة بنفق الرياح العمودي زي ما احنا شايفين. هذه السيدة عندها 95 سنة، شاركت على فكرة في معارك الحرب الوطنية العظمى في روسيا، حصلت على مدار تاريخها 46 وسام وميدالية، حطمت طبعا أرقام قياسية كتير مش بس في الطيران في نفق الرياح العمودي، لكن كمان يعني كولتاكوفا قفزت بالمظلة، حلقت بالبالون، غاصت بحاجة اسمها الأكوالانج. فيعني تخيلوا السن عمره أبدا ما يمنع البني آدم من روح المغامرة، ما دام الواحد عايش ممكن يغامر. السؤال بقى، هل احنا نقدر نعمل ده؟ يعني اللي عملته كولتاكوفا ما ظنش اي حد ممكن يعمله حتى في سن الشباب، في السن الصغير يعني الواحد يخاف جدا يعمل الحاجات اللي عملتها هذه السيدة العظيمة. مبهجة، شايفين ابتسامتها، عندها إرادة كده انها تتحدى الحياة. وعلى فكرة السيدة دي اليومين اللي فاتوا عملوا عنها مجموعة تقارير كتيرة جدا في وسائل الإعلام الروسية، يعني نقدر نقول دي ان هي بطلة كده من البطلات الروسيات، بتدي رسالة للتحدي، رسالة انه الانسان مدام قادر انه يتحدى وقادر انه يغامر فممكن يعمل ده. فحبينا كده الصبح نشوف كولتاكوفا بتعمل ايه. تعال.
رسالة جميلة جدا. احنا في مصر جدا صعب نعمل حاجات زي كده، فدي رسالة بتقدمها لنا السيدة ماريا كولتاكوفا، 95 سنة وما منعهاش العمر من روح المغامرة. طيب من الفيديو او الصور اللي احنا شفناها دلوقتي، نروح مع حضراتكم بقى للشباب المصري اللي احنا دايما كده في صباح اون بنحاول ندور على ابداعاته المختلفة، بنحاول نشوف افكاره اللي هي بتحاول كده انها تقدم كل حاجة جديدة في المجتمع المصري. احنا مهتمين بقالنا فترة على ان احنا ننور كده على الاختراعات والابتكارات الجديدة. فريق من طلاب كلية الهندسة بجامعة عين شمس استطاع انه يصمم سيارة، السيارة دي تستطيع قطع مسافات طويلة جدا بأقل كمية من الوقود، بالإضافة إلى كون هذه السيارة صديقة للبيئة. تعالوا نشوف هندسة عين شمس عملت لنا إيه. في محاولة لزيادة كفاءة السيارات وتقليل استهلاك الوقود، قام فريق من طلاب كليات الهندسة جامعة عين شمس بتصميم وتصنيع سيارة تقطع 250 كيلو مترا بلتر بنزين واحد. كنا حابين ان احنا نطبق اللي احنا بناخده في الكليه، ما يبقاش مجرد كلام نظري، فشفنا ان في مسابقات عالميه بتتعمل هدفها ان احنا نصنع عربيات موفره للبنزين وصديقه للبيئه، وفعلا صنعنا عربيه بتمشي اطول مسافه باقل بنزين وبيسوقها شخص واحد. ورغم ان السرعه القصوى للسياره لا تتعدى 30 كيلو مترا في الساعه لخفض معدل استهلاك الوقود، الا ان لهذا التصميم مميزات عده. من اهم مميزات العربيه ان الجسم معمول من الفايبر جلاس والشاسيه معمول من الالومنيوم، ده علشان نقدر نخفف الوزن على قد ما نقدر، بحيث ان ده يقلل احتكاك العربيه مع الارض فيقدر يوفر بنزين وتمشي مسافه اكتر بلتر بنزين واحد. تاني ميزه للعربيه ان الشباك معمول بولي كربونيت، دي ماده ما بتتفتتش لما تتكسر لو حصل حادثه او اي حاجه، فما بتاذيش السواق تدخل في عينيه او تعوره في جسمه. ولتنفيذ المشروع قام اساتذه كليه الهندسه بتقسيم الطلبه الى اربعه فرق لتنفيذ المراحل المختلفه لتصنيع السياره. الفريق الاول مسؤول عن الفرامل والاتجاهات العربيه، الفريق الثاني مسؤول عن المحرك بتاع العربيه والنقل الحركه للعجله، الثالث فريق مسؤول عن البادي اند فريم الجسم العربيه والشاسيه بتاعه، رابع فريق مسؤول عن اي حاجه لها علاقه بالكهرباء والحاجات الاعدادات اللي بيشوفها السواق قدامه. بعد كده الفرق بتجمع مع بعض التصميم، بعد كده ننتقل لمرحله التصنيع، صنعنا كل حاجه في العربيه ما عدا المحرك بنشتريه وبنعدل عليه تعديلات بتخدم الفكره بتاعتنا وتوفر بنزين اكتر. جدير بالذكر ان الفريق قام العام الماضي بتصنيع سياره مماثله للمشاركه في مسابقه لتصميم وتصنيع السيارات بسنغافوره تسمى شيل ايكو ماراثون. المسابقه دي هدفها ان احنا نمشي اطول مسافه باقل بنزين، والمسابقه دي قبل ما ننزل الحلبه لازم بنعمل فحوصات الاول على العربيه عشان نتاكد ان العربيه سليمه وما فيهاش حاجه وما فيش اي خطوره على السواق، وبعدها بتنزل الحلبه علشان وبنعمل حسابات علشان نقدر نعرف هي مشيت كام كيلو بلتر واحد بنزين. فشاركنا في مسابقه شال ايكو ماراثون السنه اللي فاتت بالعربيه اللي صنعناها، وقدرت تعمل 248 كيلو ونص بلتر واحد بنزين. مش بس كده، احنا كمان اخذنا جايزه علشان العربيه كانت اكتر عربيه امنه، والسنه دي هنشارك في المسابقه بالعربيه اللي صنعناها الجديده، وهدفنا ان احنا نحقق رقم اكبر ونمشي مسافه اطول باقل بنزين. حاجة جميلة جدا والشباب هايل، وعلى فكرة احنا متقدمين جدا في فكرة تصميم السيارات، يعني عندنا شباب في كليات كتيرة واغلبهم طبعا من هندسة قسم سيارات عندهم القدرة على تصميمات مختلفة وتصميمات بتدي يعني ميزة كده للسيارات في ظروف مختلفة، وخدنا جوائز كتيرة، يعني زي ما سمعنا في التقرير خدنا جائزة في سنغافورة وخدنا جوائز كمان في اماكن كتيرة فيما يتعلق بتصميم السيارة. ناقصنا بس نصنع الموتور، يعني احنا عندنا دي المرحله اللي حتى الان لغايه دلوقتي مش متقدمين فيها جدا. طيب من الشباب كليه الهندسه جامعه عين شمس تعالوا نروح لتقرير تاني. الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لمدينه زويل للعلوم والتكنولوجيا خلال حلقه نقاشيه بالمدينه عن اخر المجهودات والبحوث العلميه المقدمه حول مكافحه السرطان. تعالوا نشوف جزء من الحلقه النقاشيه دي. بالتزامن مع الاحتفال بالشهر العالمي للتوعية بمرض السرطان، نظمت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا حلقة نقاشية للإعلان عن آخر ما توصلت إليه المدينة من بحوث علمية حول مكافحة هذا المرض. هدف الحلقة دي أولاً إن احنا بنبرز البحوث اللي بتتم في مدينة زويل في مجال علاج السرطان. طبعا احنا بنهتم ان احنا بنعمل بحوث تطبيقية
تقدر في المستقبل توصل للمجتمع وتحل تحديات المجتمع. فده جزء من مهمة مدينة زويل. واللي بنعرضه النهاردة بنعرض الإنجازات اللي تمت وتم بالفعل نشرها في دوريات العالمية المرموقة. واحنا يعني بنتطلع ان شاء الله ان ده يتحول الى عقار بيوصل للمجتمع. المؤتمر سلط الضوء على ابرز الانجازات التي توصل اليها فريق بحثي من اساتذة وطلاب مدينة زويل، والذين يعكفون على اجراء ابحاث علمية ليكافحوا الزمن من اجل الخروج بعلاج لمرض يعد من اخطر الامراض واكثرها انتشارا. اللي احنا لقيناه ان في عوامل بتفرزها الخلايا السرطانية بتساعد في تحويل خلايا مجاورة أو بتخليها تساعدها إنها تبقى خلايا جذعية تشبه الخلايا الجذعية السرطانية وتتصرف بطريقة تساعد على انتشار المرض. عشان كده لما نيجي نصمم علاج للسرطان مش بس ناخد في اعتبارنا الخلايا السرطانية نفسها، لكن كمان ناخد في اعتبارنا الإفرازات اللي بتخرجها الخلايا السرطانية والبيئة المحيطة بها. المريض سرطان ده بيتوصف له دواء معين بيستمر على الدواء لمدة شهور. خلال أسابيع أو شهور بنقدر نشوف عن طريق أجهزة الرنين المغناطيسي أو أجهزة الأشعة المقطعية والله المريض استجاب أو ما استجابش. الهدف من شغلنا أو الهدف من البحث الجاري حاليا إن أنا أقدر أحدد استجابة المريض. ده بيوفر على المريض حاجة كتير، بيوفر على المريض الأعراض الجانبية للدواء نفسه لو استمر على الدواء ده. تأتي هذه الأبحاث في إطار الهدف الأساسي لمدينة زويل، والذي يتمثل في الاستفادة من البحث العلمي للمساهمة في تقديم حلول مبتكرة تسهم في حل المشاكل التي يعاني منها المجتمع المصري بشكل خاص والدولي بشكل عام. جرمين إبراهيم، أون لايف. أبحاث يعني دايما بنشوفها في مكافحة مرض السرطان. مؤخرا كمان كان في أبحاث نقشت في الجامعة البريطانية للدكتور مصطفى سيد، وهو طبعا يعني مكتشف العلاج بجزيئات الذهب لمرض السرطان. آخر تحديث لأبحاث العالم المصري الدكتور مصطفى السيد بتقول إنه يعني على وشك إن شاء الله إنه يصل إلى يعني حل مباشر لقتل الخلايا السرطانية حتى لا تتمدد في جسم الإنسان. متقدمين جدا في الموضوع ده، وان شاء الله هذا المرض اللي يعني نسب الإصابة به بترتفع سنة عن سنة في العالم كله نجد له دواء وعلاج قريب ان شاء الله. طيب تعالوا بقى نشوف مع حضراتكم كده اخبار درجات الحرارة. ايه السؤال اللي بنسأله كل يوم؟ اخبار الجو ايه النهاردة؟ الدنيا حر برد، اليومين اللي فاتوا شفنا شوية الجو برد بالليل. تعالوا نشوف مع زميلتنا نيرفانا العبد احوال الطقس النهاردة. أعزائي مشاهدي اللايف، أهلا بكم إلى نشرة جوية جديدة ليوم الأربعاء. السحب منخفضة ومتوسطة على أغلب الأنحاء مع سقوط الأمطار شمالا وحتى شمال الصعيد وسيناء، وتكون غزيرة ورعدية أحيانا غربا. والطقس المائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة وحتى شمال الصعيد، مائل الدفء على جنوب الصعيد نهارا وشديد البرودة ليلا. وننتقل إلى درجات الحرارة في محافظات مصر ونبدأها بالقاهرة، حيث تسجل كبرى 24 والصغرى 15 والأجواء صافية نهارا وليلا. وفي الإسكندرية تسجل كبرى 23 والصغرى 13 والجو صافي طوال اليوم. أما في بورسعيد تسجل كبرى 20 والصغرى 13 حيث الصفاء. أما عن أسيوط تسجل كبرى 26 والصغرى 12 والأجواء صافية نهارا وليلا. وفي المنيا تسجل كبرى 26 والصغرى 11 والجو صافي طوال الوقت. وفي شرم الشيخ تسجل كبرى 26 والصغرى 17 حيث الصفاء. أما عن أسوان تسجل كبرى 29 والصغرى 14 والجو صافي نهارا وليلا. وفي الأقصر تسجل كبرى 27 والصغرى 12 حيث الأجواء الصافية. أما عن حلايب وشلاتين تسجل كبرى 27 والصغرى 20. وإلى أحوال الطقس في الدول العربية والتي تبقى حول معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت، ونستعرض معا بيان بدرجات حرارة عدد من العواصم العربية، ونبدأها بالعاصمة العربية القدس، حيث تسجل كبرى 16 والصغرى 6. أما عن دمشق تسجل كبرى 16 والصغرى 5. وفي الرياض تسجل كبرى 28 والصغرى 14. وفي طرابلس تسجل كبرى 21 والصغرى 13. أما عن الجزائر تسجل كبرى 24 والصغرى 11. وأخيرا في أبوظبي تسجل كبرى 29 والصغرى 21. وإلى هنا مشاهدينا انتهت نشرتنا، وإلى اللقاء.
شكرا نيرفانا. يعني الجو لطيف ما هوش برد جدا، والجو كمان رائع مثالي دلوقتي على فكره في الصعيد. يعني احنا بنتكلم درجات حراره الصعيد، بنتكلم على 26 24، الاقصر واسوان 26 و29، يعني جو مثالي جدا. طبعا زي ما حضراتكم عارفين الاقصر واسوان مشتى، فهي مقصد جميل جدا في الوقت ده. وكمان تعالوا بقى نشوف الجو الصح والجميل واطلاله كده رائعه من القاهرة الجميلة من النيل. وزي ما احنا شايفين طبعا دلوقتي بالدرون كاميرا اطلالتنا برج القاهرة، نيل القاهرة، وصورة جميلة جدا لبلدنا الصبح، حاجة كده بديعة وجميلة جدا. وجو كمان حلو، يعني الحمد لله النهاردة جو كده زي ما بيقولوا صح، ما فيهوش اي اتربة زي اليومين اللي فات. يعني صورة ولا أروع ولا أجمل زي ما احنا شايفين. يعني منظر النيل جميل جدا والدنيا رايقة جدا. يعني احنا شفنا دلوقتي على الكوبري الكثافات المرورية معقولة، احنا لسه بنتكلم الساعة 8:30 هي بس المشكلة في باصات المدارس، وباصات المدارس شوية بتعمل زحمة في الوقت ده، لكن صورة زي ما احنا شايفينها صورة جميلة. وبنحب مساحة اللون الأزرق دي، مساحة مريحة كده على الصبح، فاستمتعوا بجمال القاهرة وجمال الصورة اللي احنا شايفينها دلوقتي. طيب ما كناش عايزين نسيب النيل، يعني الصورة كانت حلوة. تعالوا تعالوا بقى نشوف الهرم. والهرم بقى مش هنتكلم اكتر، يعني كفاية اسم ايه يعني يدعو دايما للتفكير في الزحمة. فاحنا شايفين دلوقتي الجيزة وشارع الهرم، واللي بيتميز طبعا بكثافات مروريه عاليه. لكن احنا شايفين في طريقين، يعني اظن الطريق يعني سالك شويه، ولكن الطريق الثاني نوعا ما في كثافه مروريه عاليه زي ما احنا شايفين. المنطقه دي طبعا منطقه حيويه جدا من محافظه الجيزه، فيها كثافات سكانيه عاليه، فيها كمان تجمعات مدارس كتير. احنا بنتكلم شارع الهرم في عدد كبير جدا من المدارس الوقت ده، حركه الباصات بتاعه المدارس وحركه التنقل طبعا بتبقى كبيره. فاحنا شايفين دلوقتي صوره الجيزه من شارع الهرم، احد اهم الشوارع الرئيسيه في محافظه الجيزه، هو من اقوى الشوارع. شوارع رجعونا تاني النيل بقى، هو كده الكلام الحلو. نرجع تاني على ضفاف النيل بصوره جميله جدا على نيل القاهره. كوبري ده يا جماعه كوبري ايه؟ قصر النيل ولا غالبا قصر النيل. الناحيه التانيه بيودي على الاوبرا. دي صوره كوبري قصر النيل. طبعا يعني حديقه الجزيره مساحه، دي طبعا المساحه الخضراء الجميله.
احنا للاسف المساحات الخضراء في العاصمه كل شويه بتقل، كل شويه المساحه دي بتتقلص، محتاجين مساحات خضراء اكتر. يعني هي رئه كده بيتنفس بيها المصريين. طبعا دي من اكبر الحدائق، حديقه الجزيره، واحنا دلوقتي شايفين ده الاوبرا، يعني ميدان الاوبرا قدام الاوبرا المصريه اللي هو اخر بقى كوبري قصر النيل، ده مدخل الاوبرا. عارفين تمثال مين ده؟ مصطفى كامل ولا طلعت حرب؟ لا مش طلعت حرب. ده اللي قدام الاوبرا. وفي في تمثال طلعت حرب تاني. زي ما احنا شايفين مع حضراتكم الصوره، ودي اطلالتنا الصباحيه من القاهره تحديدا. احنا بنتكلم على مدخل بقى دار الاوبرا المصريه الشهيره جدا، واللي احنا الفتره اللي فاتت شفنا فيها كمان انشطه كثيره ثقافيه وفنيه مختلفه. اطلالتنا الصباحيه كانت من على نيل القاهره ومن شارع الهرم بمحافظه الجيزه. بنصبح على حضراتكم في كل مكان. تعالوا نروح كده بقى الفاصل سريع ونرجع نشوف اهم الاخبار معانا النهارده في صباح. خليكم معانا وخلوا دايما صباحكم نور. بنجدد صباحنا على حضراتكم مرة تانية، بس حابين نصلح معلومة قلناها قبل الفاصل مباشرة. واحنا بنشوف بالدرون كاميرا التمثال اللي قدام الأوبرا وقدام منطقة كوبري قصر النيل تحديدا منطقة الجزيرة، ده تمثال سعد زغلول مش تمثال طلعت حرب. أنا آسف غلطت في الاسم. والتمثال ده يعني نحته محمود مختار. محمود مختار طبعا واحد من كبار النحاتين والفنانين المصريين سنة 1928 تخليدا لذكرى الزعيم سعد زغلول. فالتمثال المواجه لدار الأوبرا أمام كوبري قصر النيل ده تمثال سعد زغلول. والفنان محمود مختار طبعا له تماثيل كتيرة جدا في وسط البلد زي ما حضراتكم عارفين، تمثال محمد فريد ومصطفى كامل وغيرها من التماثيل، وأشهرها تمثال نهضة مصر اللي قدام جامعة القاهرة، وده من أشهر التماثيل اللي نحتها الفنان المصري محمود مختار. طيب نروح مع حضراتكم كده نشوف بقى اخبارنا النهارده في صباح اون. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء، والدكتوره سحر نصر وزيره الاستثمار والتعاون الدولي، والسيد ابو بكر الجندي وزير التنميه المحليه، وعلاء ابو زيد محافظ مطروح. الاجتماع تناول مراجعه الخطوات التنفيذيه لخطه الحكومه لتنميه اقليم غرب الجمهوريه، حيث اكد محافظ مطروح ان المحافظه بتقوم منذ 3 أعوام باستغلال كافه الفرص الاستثماريه والسياحية والعقارية المتوفرة بالمحافظة، بما يساهم في عملية التنمية وإتاحة المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة. وأضاف كمان أنه حدث بالفعل طفرة كبيرة جدا في مستوى الخدمات والمرافق العامة والحيوية في المحافظة، وبخاصة مشروعات مياه الشرب والكهرباء لتلبية احتياجات المواطن. من أخبارنا كمان امبارح شنت إدارة التفتيش الصيدلي والعلاج الحر بمديرية الصحة بالشرقية حملة مكثفة على عدد من المنشآت الطبية والصيدليات بمركز فقوس، أسفرت عن ضبط مستشفى بيقوم بنقل الدم وبه أدوية منتهية الصلاحية. حاجة كده كارثة، يعني حاجة بجد كارثة انه نشوف ده موجود في مستشفى من مستشفيات مصر، بالإضافة إلى وجود عينات أدوية مجانية تخص الصحة محظورة التداول والبيع، وأدوية أخرى مخدرة مهربة من الخارج. احنا شايفين الضبطيات دلوقتي على الهواء مع حضراتكم. الأعمال كمان أسفرت عن ضبط أكياس دم محظور تواجدها خارج إطار وزارة الصحة بالمخالفة للقانون ومخالفة قانون المعامل وترخيصه، وضبط وتحريز أدوية مخدرة جدول ثالث مخدرات، وضبط وتحريز أدوية مخدرات كمان دخلت البلاد عن طريق التهريب. يعني بالحقيقة طبعا إدارة التفتيش الصيدلي، ومحتاجين نشوف ده باستمرار، لانه الكلام ده ما فيهوش هزار، ما حدش يقدر يهزر في كيس دم ملوث او كيس دم منتهي الصلاحيه او ادويه خارج اطار الرقابه. فمحتاجين ضبط اكتر للمساله وحملات مكثفه في اماكن كتيره في الجمهوريه.
مش هنبعد شويه عن صحه المصريين. دكتور احمد عماد وزير الصحه قال ان قانون التامين الصحي الجديد اللي بينتظره طبعا المصريين كلهم بيتضمن ماده بتنص على علاج المواطن المصري في الخارج. ده جه خلال كلماته خلال حفل تخريج الدفعة 48 من كلية طب طنطا، وأشار الوزير إلى توجه القيادة السياسية بالاهتمام بتطوير منظومة الصحة على مصر في مصر على مدار الثلاث سنوات الماضية. والفترة اللي فاتت زي ما قال وزير الصحة شهدت افتتاح حوالي 35 مستشفى بتكلفة إجمالية وصلت إلى 4 مليار و300 جنيه، لافتا إلى أن تكلفة سرير الرعاية المركزة الواحد يعني بيصل إلى 500,000 جنيه. نظم المعهد القومي للسكر والغدد الصماء مؤتمرا صحفيا للإعلان عن طرح العقار الجديد الذي وافقت عليه وزارة الصحة مؤخرا لعلاج مرضى السكر، والذي سيكون فعالا بشدة في حالات مرضى السكر من النوع الثاني مقللا من الأعراض والمضاعفات اللي بيعانيها مرضى السكر في مصر. رغم أن مرض السكري عرف منذ قديم الزمان وعاش مع الإنسان آلاف السنين، إلا أنه انتشر بشكل كبير مؤخرا حتى أصبح مرض العصر بلا منازع يصيب الكبار والصغار على حد سواء. وضمن المحاولات المستمرة لتقليل مضاعفات المرض، جاءت موافقة وزارة الصحة على طرح عقار جديد لعلاج مرض السكري يدعى ديولاجلوتيد. عندنا أكثر من 8 مليون مصاب بالسكر، في 2045 هيبقى عندنا اكتر من 15 مليون مصاب بالسكر، ودي نسبه كبيره جدا. الحقيقه احنا ما بنخافش من مرض السكر، بنخاف من مضاعفات السكر. فلما يبقى عندنا عقار بيقدر يتاخد مره في الاسبوع عن طريق الحقن يظبط لنا السكر من النوع الثاني، لكن لازم نقول ان العقار ده مش بديل للانسولين، ده بديل للاقراص او يتاخد مع الاقراص. ممكن استخدمها مع الانسولين وبتدي فرصه لانضباط السكر، وتدي فرصه ان الوزن ما يزيدش مع الانسولين. فطبعا لها مميزات متعدده في الاستخدامات. كونها بردك حقنه كل اسبوع بدل حقنه كل يوم لها فايده بالنسبه. مره واحده في الاسبوع تحت الجلد بواقع 4 مرات في الشهر، هكذا يتلقى مرضى السكري من النوع الثاني جرعتهم من العقار الجديد، ما سيترتب عليه انخفاض مستوى السكر في الدم دون حدوث هبوط مفاجئ أو أعراض جانبية تذكر. سعداء جدا لأننا نقدم هذا العقار لأول مرة في مصر، فهذا المرض منتشر بشدة حول العالم، وتعد مصر من أكثر الدول إصابة بهذا المرض، والآن نحن نقدم هذا العلاج الذي يمكن تناوله بسهولة مرة واحدة في الأسبوع، مما سيجنب المريض الحقن اليومي وما يترتب عليه من متاعب، وبالتأكيد سنصل إلى نتائج أفضل بكثير. هذه المشابهات بتعمل بكذا طريقة، أول طريقة أنها بتحفز البنكرياس على إفراز الإنسولين بعد الوجبات مباشرة. الطريقة التانية اللي بتشتغل بيها هذه المجموعة انها بتقلل من افراز مادة اسمها جلوكاجون، هذه المادة بتفرز من خلايا الفا الموجودة ايضا في البنكرياس، وهذه المادة المفروض انها بتزود من افراز السكر من الكبد، فلما بقلل افرازها بقلل من نسبة سكر في الدم. هذا العقار الذي يعتبره الأطباء إنجازا عظيما في علاج مرضى السكري من النوع الثاني أصبح الآن متاحا في السوق المصرية ليخفف كثيرا من الآلام والمضاعفات التي يعانيها المريض. مرنا عادل، أون لايف. يا رب كده كل مريض سكر يجد في هذا العلاج الشفاء إن شاء الله، والسكر أو مرض السكر نسبته كبيرة جدا عندنا في مجتمعنا المصري، عادات كتيرة جدا للأسف يعني غذائية وغيرها بتؤدي لإصابتنا بهذا المرض، فنتمنى يا رب يكون هذا العلاج علاج مفيد ويجيب نتائج مع مرضى السكر. طيب نروح بقى لخبر مهم جدا حصل امبارح. على فكره امبارح كان في بروتوكول تعاون ما بين وزاره النقل ممثله بالدكتور هشام عرفات ووزاره الانتاج الحربي الدكتور محمد العصار. البروتوكول ده اهميته في ايه؟ اهميته انه هيتم بموجب هذا البروتوكول انشاء ميناءين في شلاتين، ميناء اسمه ميناء ابو رماد وميناء اخر كمان للصيد. وهذا البروتوكول هيسعى لاستغلال فائض الطاقه الانتاجيه لشركات الانتاج
الانتاج الحربي بما لديها من امكانيات يعني تكنولوجيه وخبرات بشريه كبيره بتمكنها من الاشتراك في تنفيذ المشروعات القوميه ومشروعات التنميه كمان بالتعاون مع الجهات المختلفه والقطاع الخاص. وزاره الانتاج الحربي بموجب هذا البروتوكول هتقوم بتنفيذ الاعمال الانشائيه لصالح مينائي الصيد بابو رماد وشلاتين، الى جانب قيامها بانشاء ثلاجات تبريد وتجميد طاقه كبيره في هذه المنطقه. الجميل او المهم واللافت في هذا الخبر انه احنا كده بنعمل تنميه حقيقيه في منطقه مهمه جدا في بلدنا، منطقه حلايب وشلاتين او منطقه ساحل البحر الاحمر، تنميه لجنوب الوادي وساحل البحر الاحمر، يعني بنفتح فرص لاهلنا هناك اللي بيشتغلوا في الصيد، اللي ممكن كمان نورد، يعني كمان هيبقى فيه سياسه خاصه بتوريد الانتاج اللي هيطلع من ميناء ابو رماد وشلاتين تصديره للخارج. ده جميل جدا، هيخلق فرص عمل، هيبقى فيه اهتمام اكتر بمنطقه غاليه ومهمه جدا هي منطقه شلاتين في مصر. طيب من اخبارنا كمان النهارده، دكتور خالد فهمي وزير البيئه قال ان رسوم النظافه في المنظومه الجديده للقمامه هتكون رسوم عادله وهتراعي محدود الدخل، واكد كمان ان المواطنين لن يتحملوا اي اعباء مالية جديدة. وأضاف وزير البيئة في كلمة خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن المنظومة الجديدة لن يترتب عليها أي أعباء، وقال أنه لن يتم تحميل المواطن أعباء إضافية، وليس صحيحا ما تم تداوله بشأن تمويل المنظومة على حساب المواطنين. تصريحات مهمة جدا، نتمنى نشوف ترجمة ليها في الواقع، وما يعني المواطن مش مستحمل، مش قادر يستحمل أعباء إضافية أخرى. لكن زي ما قال الوزير في وعود حكومية أنه ما فيش أي أعباء في رسوم النظافة على المواطنين. من وزارة البيئة لوزارة الكهرباء، دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء ودكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي امبارح افتتحوا محطة طاقة شمسية نموذجية ببرج العرب، وهي محطة متعددة الاستخدامات وتعتبر الأضخم تكنولوجيا في مصر والوطن العربي. تعتبر كمان المحطة دي اللي احنا شايفين صور افتتاحها مع حضراتكم فريدة من نوعها من حيث التكنولوجيا المستخدمة، عدد براءات الاختراع كمان هي أكبر مشروع دولي مدعوم من الاتحاد الأوروبي في خارج دول الاتحاد الأوروبي، يعني أكبر دعم وجه لهذه المحطة، من المقرر أنها تنتج أو تولد حوالي 1 ميجا كهرباء يوميا. تعالوا نشوف صور افتتاح هذه المحطة النموذجية ببرج العرب. المشروع ده بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي الحقيقه مشروع كبير، مشروع بحثي بيدل على ان هناك ربط ما بين البحث العلمي وما بين الصناعه وما بين احتياجات قوميه للدوله في المرحله القادمه. خير دليل على هذا هو هذا المشروع العملاق اللي هو بيخدم البحث العلمي في مجالات الطاقه الجديده والمتجدده، وبيخدم ايضا مجالات تحليه المياه. عندنا استراتيجيه مدروسه بدراسه علميه متعمقه لسنه 2035 عارفين، والاستراتيجيه ديت احنا تم عرضها على مجلس الوزراء وتم الموافقه عليها، وبالعكس احنا حاطين في الاستراتيجيه بتاعتنا ان كل سنتين او 3 سنوات احنا بنعيد تحديد هذا الامر على ضوء المعطيات الموجوده الجديده الاقتصاد، يعني كل ما حاجه، يعني احنا مش واقفين ستاند ستيل، مش واقفين في مكاننا، وانما احنا دايما نعدل الموقف بتاعنا بحيث نحسن ونعظم من التكلفه، يعني نعظم الاستخدامات الطاقه الجديده المتجدده في انتاج الطاقه الكهربائيه. انجاز كبير، وفي استراتيجيه خاصه للطاقه يعني في مصر الفتره الماضيه، احنا بنتكلم على مزيج الطاقه. يعني ايه مزيج الطاقه؟ فكره الاستفاده واستثمار الطاقه المتجدده زي طاقه الرياح والطاقه الشمسيه، بالاضافه طبعا الى تنويع مصادر الطاقه. فاحنا ماشيين على المسار ده، كان في افتتاحات في اسوان كمان مهمه جدا لتوليد الطاقه الشمسيه اللي هي ممكن تكون رافد مهم من روافد انتاج الطاقه في مصر الفتره اللي جايه. تعالوا نشوف بقى تقرير جميل جدا. احنا بدأنا بالسيدة الروسية كولتاكوفا اللي تحدت الدنيا كلها وهي عندها 95 سنة. تعالوا نشوف بقى طفل بيتحدى الصمم بالعزف على ايه؟ على 4 آلات موسيقية. لم تقف الإعاقة في طريق طموح الطفل تشارلي دينتون وهو عنده 11 سنة. دفعه ده لتعليم العزف على أو تعلم العزف على 4 آلات موسيقية في وقت واحد. الطفل تمكن من تعلم العزف على الطبلة والكمان والبيانو والجيتار،
ومش بس اتعلم الاربعه دول لكن اتعلمهم بطريقه محترفه ومدهشه جدا لكل واحد بيسمع عزف هذا الطفل. والده الطفل قالت انها بتشعر بالفخر الشديد لما حققه تشارلي رغم صممه ورغم ضعف كمان بصره. وتشارلي بيتمتع باراده قويه جدا مكانته من تجاوز هذه الاعاقه. تعالوا نشوف ابداعات هذا الطفل المعجزه تشارلي. This is my son Charlie. He's profoundly deaf but has cochlear implants to help him hear. And he plays the guitar, violin and piano. ممكن تتعطل حاسة من حواس الإنسان لكن مش ممكن أبدا تتعطل إرادة الإنسان. ممكن عنده مشكلة في السمع، مشكلة في البصر زي ما شفنا، لكن ده ما منعوش إنه يبدع. الإعاقة دايما هي إعاقة العقل أو إعاقة الفكرة مش إعاقة الجسد. تعالوا نروح لفاصل سريع ونرجع كده نشوف أهم العناوين والمنشطات في صحافة القاهرة النهاردة. نجدد صباحنا على حضراتكم مرة تانية في صباح اون. دلوقتي معاد الصحافة، أهم العناوين والمنشطات في صحافة القاهرة الصادرة النهاردة يوم الأربعاء 28 فبراير. البداية من اليوم السابع. اليوم السابع 9 قضايا فساد ورشاوى ب 20 مليون جنيه في قبضة الرقابة الإدارية. ضبط مسؤولي الدفع الإلكتروني بكلية الصيدلة بإحدى الجامعات الإقليمية لاستيلائها على 12 مليون جنيه. ضربة جديدة من ضربات هيئة الرقابة الإدارية اللي احنا يعني شايفين حرب شرسة بتشنها الهيئة ضد مافيا الفساد. 9 قضايا جديدة. الفترة اللي فاتت كمان شفنا ملفات وأرقام يعني فلكية في تهريب وفي رشاوي في استيلاء على مال عام. الرقابة الإدارية شغالة شغل محترم جدا، بنقدر وبنشيد بسيادة الوزير عرفان رئيس الهيئة الرقابة الإدارية على مجهوداتهم في هذا المجال. طيب من قضايا الفساد لخبر تاني مع حضراتكم. وزير المالية من مصر اليوم بيؤكد انتهاء الربط لتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا. تعديلات قانون الضرائب على الدخل أمام مجلس النواب، تقديم الإقرار الضريبي على مرحلتين. أهم حاجة في الخبر ده رقمين أو تاريخين. التاريخ الأول هو 31 مارس. التاريخ ده زي ما قال مصدر من مصادر في الدولة إنه هيكون موعد لتقديم الإقرار الضريبي للأفراد. يوم 30 أبريل هيكون موعد تقديم الإقرار الضريبي للشركات، والتقرير أو الربط هيكون إلكترونيا بشكل كبير. مهم جدا الفترة دي إنه يحصل تحديد او رصد كده حقيقي لحصيله الضرائب. على فكره لو حضراتكم عارفين ومتابعين، التهرب الضريبي ده يعني بيضيع على خزانه الدوله مبالغ كبيره جدا كل عام، ممكن توجه في الصحه وفي التعليم وغيرها من القنوات اللي احنا محتاجين نزود فيها. طيب نروح مع حضراتكم لخبر تاني. التموين بتدرس عدم استيراد يميش رمضان لارتفاع أسعار الدولار. هل رمضان الجاي هيكون رمضان من غير يميش؟ ده الخبر اللي موجود معانا. مصدر بيؤكد من وزارة التموين انه هيبقى فيه توجيه للمخصصات المالية لشراء السلع الأساسية زي اللحوم والدواجن المجمدة والزيوت. التبرير اللي تم يعني إيراده في الخبر ده انه مصدر بيقول انه تكلفة الاستيراد لليميش هتكون مرتفعة جدا بسبب ارتفاع أسعار الدولار، فهنوجه ده لاستيراد بعض السلع المهمة جدا للمواطن زي اللحوم والدواجن وزي كمان الزيوت.
هل ده ممكن يحصل ان احنا نقفل تماما الاستيراد اليمين؟ شفنا ده في رمضان اللي فات بفتره كبيره. طيب نروح لليوم السابع. التعليم بتحدد ثلاث ضوابط رئيسية للتقدم للمدارس اليابانية. اللي متابع من حضراتكم ملف المدارس اليابانية كان في كلام انها تفتح في وقت معين اتأجلت، وفي بعض الترتيبات لسه بتوضع لفتح المدارس اليابانية. الخبر بيقول لنا ان الضوابط الثلاثة للتقدم للمدارس اليابانية هي الحي السكني، سن الطفل، واجراء انترفيو للطالب هي ابرز معايير اختيار الطلاب، وتحديد المصروفات قبل فتح باب القبول. اقتربت وزارة التربية والتعليم من فتح باب القبول للتقدم للمعلمين كمان والإداريين بالمدارس المصرية اليابانية، وهيتم الإعلان عن معايير الاختيار بعد عودة الدكتور طارق شوقي من اليابان اللي بيزورها خلال الأيام القليلة المقبلة. نروح للدستور، والدستور أجرت حوار يعني الزميل جهاد التبعي مع عميد طب عين شمس، حوار مطول مع الدكتور محمود المتيني عميد كلية طب جامعة عين شمس. أبرز ما في هذا الحوار مشاهدينا التأكيد على أن نظام تعليمي جديد هيبدأ من سبتمبر لتخريج طبيب عالمي بحلول 2024. أعداد الأطباء في مصر ليست أكثر من اللازم، لكنها تحتاج لإعادة توزيع، نحتاج للتمويل لاستكمال مبنى جراحات الأطفال والتبرع لنا الفترة المقبلة. كمان قال انه هيتم هنا بقى النظام التعليمي، دي نقطة مهمة، تقليص الدراسة لخمس سنوات فقط، يعني مش هتبقى ست سنوات في كلية الطب، خمس سنوات وزيادة الامتياز للعاملين، وتخفيض كمان عدد الطلاب سنويا. حوار آخر من المصري اليوم مع المفكر الاقتصادي شريف دلاور، والتعويم بريء من الغلاء والقرارات الاقتصادية اعتراف بالواقع. علينا الحذر من بعض الاستثمارات الأجنبية التي تسعى للاستحواذ على شركات الوطنية دون بناء أصول جديدة. زيادة الأسعار أدت إلى ترشيد المصريين للاستهلاك، وخفضت 20 مليار دولار هي فاتورة الاستيراد. كمان من الكلمات أو التصريحات اللافتة لدكتور شريف، هو قال أنه عجز المواهب وعجز الإدارة سبب من أسباب التأخر الاقتصادي، وأثر على تنافسية مصر على مستوى العالم، وطالب بمنع الاستيراد لبعض السلع للحفاظ على النقد الأجنبي. وكمان بيقول سنظل نتباكى على الأسعار إذا لم نواكب التطور التكنولوجي. أفكار جديدة ورؤية اقتصادية خاصة للدكتور شريف دلاور في حواره للمصري اليوم. اللي حابب أنه يعرف تفاصيل أكتر ممكن يطالع هذا الحوار. نروح أخيرا كمان للمصري اليوم، كمان في حوار على صفحات المصري اليوم مع السيد فرانكو فراتيني وزير خارجية إيطاليا الأسبق. الحوار أهم ما جاء فيه حقل ظهر يحقق أمن الطاقة لمصر وإيطاليا بالمتوسط، العلاقات المشتركة بين البلدين تسمح بحل قضية ريجيني، وموقف كامبريدج غامض، ترامب أخطأ بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، التقارب العربي الإسرائيلي ضروري زي ما بيقول وزير الخارجية الإيطالي الأسبق. لسه مكملين مع حضراتكم في صباح أون بعد الفاصل. قوافل طبية لعلاج أهالي الأسمرات بالمجان. الصحة والسكن حقوق إنسانية تحرص الدولة على تحقيقها لمواطنيها. هذا هو الحال هنا في حي الأسمرات، حيث تختلف الوجوه، لكن فرصة الحصول على خدمة طبية هو ما قدمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الجمعية المصرية للشعب الهوائية بقافلة طبية للأمراض الصدرية للكشف على قاطني الحي وتقديم الاستشارات والعلاج اللازم لهم بالمجان. النهاردة احنا جايين مع جمعية الشعب الهوائية وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة حي الأسمرات، بنقدم كذا حاجة، هي خدمة تشخيصية وعلاجية وتوعية. قمنا بالكشف على المرضى من مختلف المشاكل، الأمراض الصدرية، حساسية الصدر، السد الرئوي المزمنة، تم التشخيص، وبالإضافة لكده تم عمل وظائف تنفس للمرضى لمعرفة كفاءة الرئتين، بالإضافة إلى صرف الأدوية من مختلف لمختلف الأمراض عن طريق المضادات الحيوية، البخاخات،
أيضا بنقوم بتوعية المواطنين مشاكل التدخين، مشاكل الأمراض الصدرية وإزاي نبعد عن الحاجات اللي ممكن تضر الرئتين، توعية السيدات وتوعية الأطفال إزاي يبعدوا عن الحاجات اللي ممكن تصيب الرئتين، ووصف العلاج وشرح طرق العلاج المختلفة ليهم، كيفية استخدام البخاخات وما إلى ذلك. إحنا موفرين النهاردة مش بس علاج للكبار، في كمان معنا استشاريين للعلاج الأطفال كمان لأي حد بيعاني من مشاكل الصدر عموما. مشاكل الصدر اللي يعني بتتمثل عموما في مرضى الصدر مش بس في حي الأسمرات، في مرضى الصدر في مصر، مشاكل التدخين وما يعقبها من مشاكل من سد رئوية ومشاكل مترتبة على التدخين، مشاكل تانية نوعا ما وجود ملوثات في الجو، ده برضو بيساعد على المشاكل تتفاقم. القافلة التي شارك بها مجموعة من الأطباء والمتخصصين في علاج الأمراض الصدرية عمدت أيضا لتقديم الخدمات التوعوية بمخاطر أمراض الصدر لسكان الأسمرات. نشكر وزارة الصحة والدكاترة اللي هم جم دلوقتي شافوا الناس الغلابة في حي الأسمرات، نشكر رئيس الحي برضو والناس كلها، ونشكر برضو رئيس الجمهورية. تحيا مصر. أنا النهاردة جيت كشفت السيف عشان تعبان، صدره تعبان شوية، فالحمد لله كشفت الدكتور داني علاج والحمد لله، ودي ثالث مرة يجي فيها. قافلة طبية وتوعوية تتضافر جهودها مع غيرها من القوافل الطبية المتتابعة لتقديم الخدمات الطبية لسكان حي الأسمرات، لتبرهن على جهود المجتمع المدني التي تخطو بجانب جهود الدولة لخدمة المواطنين. مفيش أبدا أغلى من صحة المصريين، جهد يقدر جدا ويثمن جدا، جهد اللي بتقوم بيه بيقوم بيه المجلس القومي للمرأة وقوافل الطبية والتوعوية. اسمحوا لي بس قبل ما أرحب بضيفتنا الكريمة اللي منورانا في الاستوديو، أرحب بزميلتي العزيزة جدا أميرة عدلي اللي غابت النهاردة في بداية الحلقة صحيح. لظروف خارج عن إرادتها، يعني تعرضت كده لحادث بسيط، لكن ألف سلامة عليك. الله يخليك. الحمد لله على السلامة. خليك يا محمد، ميرسي جدا، نورتي مكانك. صباح الفل. صباح الصبح. وانا كمان جدا صباح الخير. صباح الخير على المشاهدين. بعتذر لكم جدا، لكن الظروف خارجه عن ارادتي، يعني حصل كده حادثه بسيطه كده، حادثه سير، لكن الحمد لله عدت على خير. وبصبح عليكم، بصبح على المشاهدين، وبصبح على ضيفتنا يعني اللي مشرفانا ومنورانا، دكتوره جميله نصر، عضو المجلس القومي للمراه ونائب رئيس جمعيه القلب المصريه. وخصوصا انه الاول صباح الخير يا فندم، خصوصا ان احنا شفنا تقرير مميز جدا جدا. السلام على حضرتك. الله يسلم حضرتك. الله يسلم حضرتك. المجلس القومي بيضم مجموعه من القوافل اللي بتقوم بعمل جميل جدا، وهي فكره التوعيه لحي من الاحياء المهمه جدا وحي الاسمرات. عايزين نعرف حجم الاستفاده والخدمات اللي بتقوم بيها القافله، واللي هيعود على يعني الجمهور اللي موجود في حي الاسمرات. الحقيقة الجمعة اللي فاتت كان يوم سعيد جدا في حياتنا، لأن احنا كانت مشاركة كبيرة جدا، كان يوم كانت فيه مشاركة قوية جدا من المجلس القومي للمرأة لجنة الصحة مع الجمعية المصرية للشعب الهوائية في حي الأسمرات. لما هنتكلم على حي الأسمرات بنتكلم على إنجاز عظيم حقيقة لمصر، وفي 60,000 من مواطني مصر الجمال، أطيب ناس مصر قاعدين فيه. فالحقيقه احنا يعني والحقيقه تم كشف على الناس كتيره منهم، عدد كبير جدا ترددوا على العياده في اليوم ده، وقد ايه انت بتحسيتي ان هو ان الشعب ده جميل وواعي. ده احنا عملنا ايه الحقيقه، احنا حتى اول قبل ما نبتدي الكشف احنا عملنا كمان ندوه للتوعيه بالصحه، واحنا بنتكلم ان احنا الحقيقه في مصر اليومين دول محتاجين جدا ان احنا ندخل مفهوم الطب الوقائي. لما ندور على الصحه العالميه بتقول ايه؟ بتقول ان الصحه هي الوقايه ثم الوقايه ثم الوقايه ثم العلاج. صحيح. فالحقيقه احنا كنا حريصين في وجود مقرر لجنه الصحه في المجلس القومي للمرأة ان احنا ورئيس الوحده الصحيه لحي الاسمرات ان احنا ندي كمان توعيه. التوعيه دي بتتكلم على ايه؟ توعيه صحيه، توعيه مجتمعيه، توعيه بتدعو للنظافه، بتدعو المشاركه كمان الايجابيه السياسيه، ندخل في الترشيد الاستهلاكي، ده مبدا مهم قوي. الصحه الانجابيه، ودي مهمه قوي، المفروض ان احنا الحقيقه هتكون الفتره القادمة هي محور اهتمام شديد جدا. هي كانت ولا زالت
للجنة الصحة المجلس القومي للمرأة. فإحنا الحقيقة قعدنا مع الناس لقينا قد إيه الشعب دواعي، قد إيه إنه عارف حقوقه، قد إيه إنه هو مشارك بقوة. عملنا ندوة ثم بعد كده كان في كشف على كل ما حب إنه يكشف بالمجان. أنا عايزة أقول حاجة ظريفة قوي أنا انبهرت بيها. أنا لما رحت الحقيقة لحي الأسمرات أنا حسيت إنجاز عالمي مصري رئاسي عظيم جدا، لأنه قد إيه إن في خدمات تقدم ناس كتيرة جدا، مدينة أنيقة جدا، مدينة فيها خدمات، فيها وحدة صحية. أنا لازم أنوه بقى الحقيقة دي، الوحدة الصحية اللي فيها الكشف لأي إنسان عايز يعني محتاج كشف بيدفع جنيه واحد مصري. جنيه. ودي الحقيقة أنا دي معلومة يعني حقيقة أسعدتني جدا. وبياخد كمان دوايين بالمجان على الجنيه. يعني في فندم وحدة صحية، يعني هو احنا بنتكلم على مجتمع جديد بالفعل، يعني هو مجتمع جديد عايشين أو عايش في أهلنا في الأسمرات. عايز أسأل حضرتك على الجانب هنا، القافلة بتشتغل على جانب توعوي، ده جانب مهم جدا، وجانب كمان علاجي مباشر لحد عنده مرض معين او حاجه فيما يتعلق بالشعب الهوائيه بيحصل الكشف عليه. القوافل دي فعلا بتبقى مدتها قد ايه وعدد المشاركين فيها من الاطباء؟ احنا الحقيقه القافله دي فعلا كان في للتوعيه. احنا قلنا ندوه الصبح اتعملت ودي كانت للمجلس القومي للمرأة لجنه الصحه، وبعد كده في كشف على المرضى الجمعية المصرية للشعب الهوائية وهم كشفوا على الناس، وبرضو احنا دخلنا معاهم الحالات اللي احتاجت تدخل بالقلب بصفتي انا استاذ قلب ونائب رئيس جمعية القلب المصرية. اللي احنا اول امرأة ترأس او اول مرأة يعني تحصل على هذا المنصب كمان. الحمد لله فهو احنا برضو اذا احتاج اي حد فيهم احنا حولنا كمان بعض المرضى اللي احتاجوا موجات فوق الصوتية على القلب حولناهم. في ناس اللي احتاجت اي تدخل في الشعب الهوائية وامراض الصدر اتحولوا بالفعل على عين شمس خدوا علاج. كان يوم جميل بكل المقاييس. بالنسبة للسؤال اللي حضرتك سألته، احنا طول الوقت بنشتغل بنروح مصر كلها، احنا لفينا اغلى محافظات مصر بنتكلم في مفهوم الطب الوقائي. احنا يعني الحقيقة كل حتة بنروحها بنقول ان اهمية ان احنا لازم مصر تاخد بالها من قصة الطب الاستباقي طبعا. وفي احنا معلومات خطيرة جدا عايزين نقولها، ان مصر مثلا كل يوم 1500 مصري بيموتوا كل يوم بسبب مضاعفات التدخين مثلا. ده بيكلف الدولة مليارات من الجنيهات، وده طبعا احنا ده حاجة واحدة، ده غير بقى حدث ولا حرج. مصر رقم 7-8 على العالم في السمن في السكر، مصر من اكبر دول العالم في الاصابة بامراض القلب، مصر كمان 8 في السمنة مثلا على العالم، مصر من ادخل الدولة رقم. احنا لسه حاليا عندنا مؤتمر الجمعية المصرية لامراض القلب شغال، وفي كلام كبير جدا على برضو على الطب الوقائي. فاحنا بنتكلم على ان مبدا الطب الوقائي ده لازم ناخده في الاعتبار. مجلس قوم مرأة حقق طفرات عظيمه الفتره اللي فاتت، السنه اللي فاتت ده كانت طفره عظيمه في الخدمات اللي قدمها المجلس قوم المرأة. وصل اكتر من 2,700,000 ست على مستوى مصر. اتعملت حملات طرق الابواب، انا عايزه اقول ان هي وصلت لحوالي 990 قريه في مصر. ده حاجة كده إبهار، 1,000 قرية، قرابة 1,000 قرية بتوصل لـ2 مليون ست في مصر، بتخاطبها بتقول لها انت قادرة انك تتحملي المسؤولية، بتروح لغاية عندها، والقرى دي محطوطة في الاعتبار بقوة شديدة. اتحطت كمان يمكن حملة التاء المربوطة دي كانت حاجة لافتة للنظر جداً. احنا فخورين بيها لان اصبحت ايقونة المرأة المصرية. شارك فيها اكتر من 60 مليون مشاهد، ودي كانت اكتر من كده، انا اعتقد احنا بنتكلم عدت 60 مليون مشاهد. طيب دكتورة جميلة، يعني حضرتك ذكرتي ايضا في الاول خالص انه بتقوموا بعملية توعية لاصواتهم في الانتخابات، ويمكن الموضوع ده استوقفني شوية ان فعلا احنا ما عندناش، احنا عندنا كمية كبيرة من الوعي، ولكن بعض الاشخاص بيبقى عندهم فكرة انا ايه اللي هيخليني اروح، خلاص ما كله راح وانتخب وخلاص، ومش عايزين يعني نتعب نفسنا لحد ما نوصل لحد صناديق الانتخابات. ولكن الموضوع ده برضو مهم جدا، ازاي بيتم
من حيث القوافل اللي بتتم دلوقتي في حي اسمرات، وايضا الهدف منه هل بس فقط فتره الانتخابات الحاليه ولا بعد كده؟ والله بصي بقى، احنا لازم نفكر في موضوع مهم قوي اللي هي بناء الانسان المصري. انت مش بتبني اسمنت، صحيح، انت بتبني انسان مصري. طيب انا عشان ابني انسان مصري يمكن في احنا طبعا استاذ جامعه، فدايما احنا بنفكر بشكل علمي. ولجنه الصحه كلها مؤلفه من كوادر علميه عاليه جدا، فالتفكير العلمي بيقول ايه؟ اولا ان في حاجه اسمها ماسلو او هرم ماسلو. هرم ماسلو ده ايه؟ بيقول ايه احتياجات البشريه لاي حد فينا. احتياجات البشريه لاي حد فينا في قاع هذا المثلث، انك انت تجري، انك تدوري على الاكل والشرب، وانك تجيبي عربيه شكلها ايه، وانك وانك انت تشتري فيلا. تيجي بعد كده الاحساس بالامان، صحيح. يجي بعد كده الاحساس بالانتماء للي حواليا. لو انا قاعده في مكان اللي حواليا مش منتمين بيه، مش عنديش بيني وبينهم انتماء، دي مشكله كبيره جدا. طبعا. على قمه هذا المثلث للاحتياجات الانسانيه هو الابداع. طبعا. والمشاركه الايجابيه. اذا احنا بنقول المشاركه الايجابيه، عمرك انت لو قعدنا بنلف على 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 قاع هذا المثلث، مصر مش هتقوم. صح. ابدا. انت بتلفي على احتياجاتك، الترشيد الاستهلاكي مهم جدا، الصحه الايجابيه مهمه جدا، كل ما احنا بنشتغل على قاع هذا المثلث مش هننجح. اذا قمه هذا المثلث او ان احنا الايجابيه. الايجابيه في كل شيء، الايجابيه في ان انا اشارك في الوطني، ايجابيه ان انا اخليني في شغلي. يعني الحقيقه يعني انت لازم نحس بالايجابيه في كل مواقفنا، واذا ما كانش يبقى فيه ايجابيه في الانتخابات هيبقى ايجابيه امتى؟ صحيح. لانك انت بترسم حياه البلد. احنا ماشيين على الطريق الصحيح، احنا في انجازات عظيمه جدا على ارض الواقع لمسناها. انبهرت انبهار شديد جدا لما رحت الاسمرات الاسبوع اللي فات يوم الجمعه، انجازات عظيمه. احنا دي ما، واحنا على فكره احنا بنروح كل مكان، احنا عندنا عد لقاءات كبيره جدا. الاسبوع اللي فات الحد اللي فات كنا في مدرسه التكنولوجيا في الحقيقه في الاسماعيليه، قابلنا ندوه 350 طالب كانوا حاضرين، اكتر من كده قلنا لهم الكلام ده. لا يتجزأ، في تفاعل يا فندم، في تفاعل كبير. بصي لا بصي الايجابيه ثم الايجابيه. امبارح احنا عملنا ندوه رائعه في على هامش مؤتمر الجمعيه للقلب المصريه، ان احنا جبنا الطلبه بيدوا محاضرات في التوعيه. دي انت بتشجعي الطالب طبعا على الايجابيه، وانت تختلي كمان مشارك المجتمع اللي حواليك. مشاركه سياسيه مهمه قوي، مشاركه بايجابيه، دي اللي بتخلي ان الانسان عايش وبيحب بلده. احنا دي نقطه مهمه، بس عايز ارجع دكتوره جميله للطب الوقائي، لانه مهم جدا المصطلح ده كمان يبقى موجود وراسخ في اذهان الناس والشعب المصري. لانه الحقيقه بتقول ان للاسف الشديد احنا مش واخدين بالنا في فكره الطب الوقائي. يعني ما تعودناش على فكره الكشف الدوري كمصريين، دايما بتيجي المشكله او بنصاب لا قدر الله بمرض بعدين بنبتدي نتحرك. لكن فكره ان انا ابقى متعود ان لازم اعمل تشيك اب كل فتره، كشف دوري، دي مش موجوده عندي. عايز اسال حضرتك الفتره اللي فاتت مع شغلكم على الارض في قرى كتيره جدا، الى اي مدى لمستي انه الوعي ده بدا يتغير، ان المصري لا لازم ياخد باله من صحته، انه في مواعيد محدده يروح يعمل تحليل للدم، يعمل كشف لو في اي مرض لا قدر الله او حاجه. لمستوا التغيير ده في ثقافه المصريين ولا لا؟ المجلس القومي للمرأة، لجنة الصحة الحقيقة قامت بجولات ماسكة البلد من أولها لآخرها، ولقينا شعب رائع. بس أنا استوقفني ناس موجودة في صعيد مصر، يعني إحنا رحنا في قرية في الأقصر، يعني استحالة. إحنا قابلنا سيدات مصرية على درجة وعي غير عادية. على فكرة وعي سياسي، وعي اجتماعي، وعي صحي، وعي صحي. بس ممكن عنده الوعي ده يا دكتور بس مش لاقي الإمكانيات أو الفرصة. أنا عايز أكشف على نفسي مثلا بس مش لاقي، يعني برضو ممكن يكون كمان التخصصات مختلفة كمان. احنا برضو بنقول منهجنا هو العلم، فاحنا احنا لحد دلوقتي بنسعى ان يتعمل بحث علمي، يتعمل قاعدة بيانات لمدى عوامل خطورة للإصابة بالأمراض المزمنة والأمراض المزمنة الغير معدية. طبعا الاهتمام، النجاح الغير مسبوق اللي حصل في فيروس سي طبعا ده
غير مظبوط، ما شافوش العالم صحيح. ابدا صحيح. لكن برضو احنا برضو في اهتمام شديد بالامراض الغير معديه المزمنه اللي هي ايه؟ امراض القلب، ارتفاع الضغط. طيب احنا هنطلع لفاصل وهنفصل كل مرض او كل موضوع، ولكن بعد الفاصل استنونا مع دكتوره جميله نصر نائب رئيس جمعيه القلب المصريه وعضو المجلس القومي للمراه. أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية، وبنتكلم النهاردة مع دكتورة جميلة نصر عضو المجلس القومي للمرأة ونائب رئيس جمعية القلب المصرية عن القوافل اللي بتقوم بها مجلس القومي للمرأة في حي الأسمرات. وسؤالنا دلوقتي عن فكرة، هل بيتم استحداث في القوافل دي بخبرات خارجية لمعاونة يعني الموضوعات، وخصوصا ان احنا ما عندنا زي محمد ذكر الوعي الكافي ببعض الأمراض؟ والله احنا امبارح احنا كان في فعلا جلسه مهمه مع رئيس الجمعيه الامريكيه لطب القلب الوقائي، وهنتعمل تعاون كبير جدا ان شاء الله. هتتعمل عيادات على يعني ان شاء الله تجوب مصر كلها، انك انت العيادات دي تبقى بتشوف بتدي توعيه، بتدي كمان الحقيقه كمان فكره ان هل المريض ده معرض ان يجيله ضغط الدم، تكشف، يتعمل مسح شامل. الحقيقه احنا كنا بنفكر برضو في حاجه مهمه قوي، ان احنا نعمل حاجه اسمها الهيلث فير او المعرض الصحي. يعني ايه الصحي؟ ان انا سوق صحي زي ما انت بتروح تشتري حاجه وبتشتري حاجات، لا نشتري صحتنا، نشتري صحتنا، اروح اقيس ضغط، اعمل حاجه، اطمن، اشوف بقى، اطمن على نفسي. احنا عايزين ثقافه تغيير نمط الحياه المصريه، ودي هتغير تماما الحقيقه. عمر ما هيبقى اتجاهنا ان انا اعمل علاج، لا، ان انا اعمل وقايه. وده على فكره اتجاه مهم قوي، الاتجاه موجه للمراه المصريه بصفه خاصه، لانها مفيش كلام انها يعني احنا بنقول ان هي مؤثره جدا في صحه الاسره المصريه. طبعا مفيش، هي اساس صحه الاسره المصريه. احنا طبعا زي ما احنا بنقول بنعمل خطه بحثيه، لانك انت بتدور على عوامل الخطوره في مصر. بيتعمل قوافل بتجوب مصر، القوافل مش بتتعمل بصفه عشوائيه، لا، بصفه مدروسه. بنشوف الكثافه السكانيه لكل مكان، ايه مدى احتياجه، هل موجود جنبي جامعه، هل موجود جنبي مراكز صحية، وبنقعد كلنا بيتحط هذه الخريطة الصحية المهمة جدا، ونبتدي القوافل. اهتمام شديد جدا بالمرأة في الصعيد، لأنها احنا بنقول ان هي صعيد مصر ده دائما في القلب، فليها اهتمام خاص جدا. رحنا كل، اقول لكم كمان مهمة قوي الحقيقة، ان احنا في اهتمام خاص جدا بالتمريض، ويمكن اول مؤتمر لتمريض قلب مصر كانت عمل تحت رعايه المجلس القومي للمراه مع الجمعيه المصريه لامراض القلب، وجبنا الممرضه وادت محاضرات. لا تتصوروا ان مدى استجابه التمريض للقيام بهذا الدور. التمريض مش فقط ان انا اقعد اخدم المريض، لا، المريض التمريض له دور في التوثيق، في انه لازم يكون عنده، احنا بنعلمهم ازاي تبقى الغضب، تدير الغضب ازاي، تدير الوقت، وبيبقى في مهارات كمان. مهارات احنا عندنا مشكله حتى التثقيف بالظبط، عندنا مشكله كمان في مستوى التمريض. طبعا ما ينفعش نعمم، لكن مشكله كبيره في الملف الصحي المصري التمريض. بس انا عايز اخد من كلام حضرتك دكتوره جميله كلمه الخريطه الصحيه. احنا محتاجين الخريطه الصحيه دي جدا، لاني اعرف ايه هي الاماكن المحرومة من الخدمات الصحية، يعني برضو هنا عشان أعرف أولويات التحرك إزاي، أو القوافل دي إيه هي، أكتر القرى، أكتر الأماكن اللي ما فيهاش وحدة صحية، ما فيهاش خدمة صحية. طبعا طبعا. فده بتعمل إزاي وتتحركوا إزاي على طول؟ إحنا مرة الحقيقة رحنا الغردقة، وإحنا فترة اللي هي متضرر السيول، إحنا رحنا كنا جنب الناس اللي تضررت من السيول. ما رحناش بقى الغردقة بشكلها السياحي، لا، رحنا الغردقة بشكلها المواطن المصري البسيط. ورحنا هناك الحقيقة
بالكلام مع الناس اكتشفنا ان في بعض الاماكن معرضه لعده امراض معينه، اورام مثلا، فده بيتحط في الاعتبار وبيتحط في الدراسه بقوه، ان انت عنده مشاكل صحيه مختلفه عن المشاكل الصحيه. محتاج وعي اكثر في الحته دي، محتاج وعي في النقطه دي، في النقطه دي وهكذا. والحقيقه لما انت بتروح في مناطق فيها كميه مثلا الرطوبه العاليه بنخاف جدا من روماتيزم القلب طبعا. يبقى اذا هنا محتاج ان تعمل له توعيه صحيه لروماتيزم القلب. الناس اللي هي الحقيقه احنا من سنين برضو احنا لينا بحث منشور طلعنا اماكن مصر كلها مين اكتر الناس اصابه بامراض القلب مثلا وعوامل الخطوره والسكر وغيره، لقينا الناس اللي قاعدين في المدن اكثر اصابه. من الريف طبعا، لان انت معرض لضغوط عصبيه، معرض للصحه البيئيه، دي مهمه قوي لما انت حضرتك تتكلم على البيئه وكل ده بيتحط فين في الاعتبار. لما احنا رحنا هتلاقي مثلا منطقه القناه بتبقى اقل عرضه شويه انها تجي لها امراض القلب او عامل خطوره، لان بياكل سمك بشكل كتير، وطبعا هاديه كمان الايقاع فيها هادي، وهي يعني لما يعني وفي توصيات عالميه ان انا لو كلت سمك مرتين في الاسبوع بقلل نسبه الاصابه بالجلطات الدماغيه 18%. لو انا نفس مرتين في الاسبوع برضو بقلل نسبه الاصابه بجلطات القلب 15%. احنا محتاجين الحقيقه وعي صحي ضروري، محتاجين. وبعدين في كمان يعني عوامل الخطوره لازم نحطها في الاعتبار. دراسه قريبه جدا لسه من ايام قليله اظهرت ان تدخين سيجاره واحده، على فكره واحده، احنا مش بنتكلم بقى على ان انا اقول لا ده انا هاخد انا هقلل بقى انا عشيت سيجاره هيبقى واحده، لا الواحده دي بقى اللي انا هستمر عليها فيها 40% او اكتر من مضاعفات التدخين حتى لو واحد، فاللي هيبطل لازم يبطل تماما. طب يعني لازم لو احنا اتكلمنا على فكره الفئات العمريه لكل منطقه بيتم فيها ارسال قوافل ليهم، لو هنتكلم على الشباب وهم طبعا اساس في المجتمع، ايه الامراض اللي ممكن يكونوا بيتعرضوا ليها ولحد النهارده برضو ما عندهمش وعي؟ وحضرتك شايفه انه ممكن يبقى في شويه تخاذل من قبلهم، من قبل الشباب، في ان هم يعني يكونوا بيوعوا حتى بعضهم، لا تعالى نروح نسمع بيقولوا ايه نتفرج، ولا شايفه ايه رايك؟ والله يعني هو دلوقتي طبعا فتره الشباب دي مهمه قوي، لان انت بتبصي دلوقتي كمان على العادات السيئه، الاكل اللي هو الاكل الغير صحي ده كلام خطير قوي، الاكل صحيح. السريع، الوجبات السريعه جانك فود دي خطيره. يعني انا هقول لك حاجه، احنا نقول لو انا واحد قرر ان هو الشاب، هقول له معلومه بس، ان انت لو غيرت اكلك من ساندوتش صغير الى اكبر ده هيكلفك كام سعر حراري زياده؟ الصغير فيه حوالي 200 سعر حراري، الكبير فيه حوالي 600 سعر حراري. فرق ان انا غيرت بس حجم الساندوتش ده 400 سعر حراري، عشان اكفر عن غلطتي الجامده جدا ان انا غيرت حجم الساندوتش المفروض امشي ساعتين و20 دقيقه. ده خبر ابيض. ده بيبين ان احنا مثلا دي حاجه كده في الكلام ان هي لازم تتحط الاساسيات. الاعمار بيد الله، في دراسه مهمه قوي اسمها فرامنجهام، ودي استمرت فترات طويله، دراسه شديده الاهميه في امراض القلب، عملت متابعه للمرضى على سنوات طويله، لقيت ان انا لو عندي سمنه على سن 40 سنه انا عمري بيقل، والاعمار بيد الله، عن عمري المفترض 7 سنين. بدخن لا 14 سنة بدخن وعندي سمنة، دي أرقام مخيفة طبعا. بحث تاني قال إن أنا لو أنا ده كده مرض أو مرضين ممكن يكون بتعرض الشخص لكذا مرض، حل هيصدق إن إحنا إن إحنا السيجارة فيها 4000 سم مادة سمنة، ده كلام كبير مهم، وهي عادة سيئة جدا، عادة سيئة، تدخين أقول لكم سر، معدلات صعبة في إن شاء الله في 31/5 هتعلن المبادرة القومية إن اليوم ده امتناع التدخين، هو العالم كله، احنا لسه كنا مع ممثلة الورلد فيدريشن، منظمة احد برضو الناس اللي هم من الساحة العالمية، اليوم ده العالم كله بيحتفل بالتدخين، فاحنا ان شاء الله نعلنه مع الجمعية المصرية لامراض القلب ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا على كل المعلومات دي، ودعوة كده الناس تاخد بالها من صحتها وتكشف بشكل دوري كده، وان شاء الله ربنا يقينا من كل الامراض المزمنة وغير المزمنة. نورتينا،
وشرفتينا دكتوره جميله نصر، عضو المجلس القومي للمراه ونائب رئيس جمعيه القلب المصريه. صباح الخير. صباح الفل يا فندم. بعد الفاصل هيكون معانا، نشوف ايه بقى، هيكون معانا مزاد خيري فني اونلاين لصالح مرضى سرطان الثدي. صباح الخير. صباح الخير مشاهدينا مرة تانية، واستعدادا للاحتفال باليوم العالمي للمرأة خلال تقريبا شهر مارس، قام مجموعة من الفنانين بمبادرة للإعلان عن مزاد خيري أونلاين لبيع لوحاتهم وأعمالهم الفنية لصالح مرضى سرطان الثدي. فكرة المبادرة بتدور في إطار دعم الفن لقضايا المرأة، مش بس في تناول الأعمال الفنية لقضايا المرأة ولكن كمان بالدعم المادي أيضا. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن هذه المبادرة والقضايا اللي يعني بتشغل حال وبال الرجل واهتمامه خاص بالمرأة مع الفنان التشكيلي وسيم إمام. صباح الخير. صباح النور يا فندم. فل استاذ وسيم، منورنا ومشرفنا. ووسيم امام داعم للفن ودعم للمراه كمان، هو ده اللي انا كنت بتكلم فيه. صحيح. مع بعض ويوظف الفن لقضايا المراه، وده موضوع كبير جدا. هو اللي طبعا الابداع الفني بيعكس دور الفنان او بيعكس شخصيه الفنان كفرد لذاته وكفرد في المجتمع، وان هو يجب اللي هو يكون شايل هموم المجتمع. لان طبعا غير ان الفنان او الفن غير اللي هو قيمه جماليه، انما هو رساله بيحملها الفنان الناضج الواعي لتغيير المجتمع وتهذيب النفوس يعني. طب كلمنا بقى عن فكره المزاد، لان فكره جذابه جدا انه مجموعه فنانين عملوا مزاد اونلاين خيري لعرض لوحاتهم وابداعاتهم الفنيه عشان صالح مرضى سرطان الثدي. الفكره جت ازاي وازاي بداتوا تنسقوها على الانترنت؟ هي في الحقيقه انا كنت عملتها السنه اللي فاتت بس كان لوحدي، ولقيت صدى جيد جدا في المجتمع يعني، فحبيت اكررها السنه دي مع مجموعه من الفنانين. وطبعا المشاركه بتبقى جميله جدا، كلنا بنساعد وبنفكر يعني في افكار. وكان معايا السنه دي الفنانة ويهاد سمير، والفنانة لينا أسامة، والفنانة فاطمة حمدي، والفنانة هما فنانات تشكيليات. صحيح، هما أربع فنانات. فين الفنانين بقى؟ مش التاء المربوطة، فين الفنانين الرجالة؟ يعني هي مهم دورهم جدا يعني، لازم صحيح صحيح يعني. وفكرنا إن قيمة العمل الفني يروح كله لصالح مستشفى بهية. فالمزاد بينزل على الفيسبوك وبيحصل مزايدة على الأعمال، والمزايد الفايز بيدفع القيمة كاملة لمستشفى بهية وبيجيب لنا الإيصال، وإحنا بنسلمه بإذن الله. العمل هتكون في احتفالية بإذن الله يعني. لكن يعني استوقفني فكرة أنه من التقرير في فن تشكيلي، في بينتينج، في كذا فن. يعني الفكرة مش بس أنه كنت بتعملوا فكرة انه يبقى مزاد وخلاص، انتم مختارين كمان، اختياركم للأعمال المعروضة جه ازاي؟ يعني احنا قعدنا مع بعض فكرنا واخترنا أعمال تكون جذابة بالنسبة للجمهور يعني، عشان يحصل إقبال عليها وشراء. وكمان عملنا ديسكاونت عليها ونتمنى يبقى في إقبال يعني. بس في الحقيقة دي مش أول مشاركة ليا في حاجة بتدعم المرأة. أنا في السابق عملت حاجة مع القومي للمرأة في معرض كوني، وبرضو عملت معرض سيمفونية صنع السكر، وده كان معرض فردي بيناقش قضايا المرأة المختلفة من قهر وعنف وواقع افتراضي وعنوسة وزواج مبكر. احنا الصور دي عايزين نقول هي نعلق عليها. نعلق عليها دي. دي من المزايد دي من تصويرك من ابداعك ولا لا؟ هي دي مش من المزايد، انما دي شغل العادي يعني. وهو بيعبر عن قضايا المراه المختلفه. هنا يعني مثلا بنتكلم عن واقفه بايد واحده برجل واحده، فبتدل على الصمود
وتحديها للمجتمع يعني. طب عايز اسال حضرتك، يعني اهتمامك للمراه وانك عامل ذكوري يعني، ف ايه السبب؟ خليني اقول لك، المراه هي الاخت، الام، الزوجه، فدورها مهم جدا في حياتها، في حياتنا، خصوصا كمان هي انقذت البلد في الفتره اللي فاتت. فطبعا دعمها امر بديهي جدا، مش حاجه احنا يعني مستغربه. حتى انا كنت اليومين اللي فاتوا في حمله سيدات مصر لدعم الرئيس السيسي، وعايز اقول لك انا كنت فخور جدا، لان السيدات مش نازلين لوحدهم، ده نازلين وجايبين كل عيلتهم يعني، فحاجه صحيح. تفرح يعني. صحيح. صور جميله. بعيدا عن فكره الدعم استاذ وسيم، هي المرأة اصلا مكون اساسي لاي ابداع يعني، سواء بنتكلم على فن تشكيلي او قصة او شعر او غيره، هي مش محتاجة دعم ان احنا نقول ان احنا بنكتب عن المرأة او بنرسم عن المرأة، هي مكون في داخل كل مبدع بيكتب. اتفق معايا ولا لا؟ لا اتفق معاك تماما. ملهمة. هي ملهمة. لكن خليني اقول لك، انا في العملية الابداعية انا بيشغلني الوقوف مع المرأة اللي ممكن ما تبقاش واخده حقوقها. المرأة اللي هي اللي بتقابل تحديات صعبة اجتماعيا واقتصاديا في الحياة، هي فاهمة دورها في المجتمع ودورها تجاه أسرتها. فدي المرأة اللي أنا حقيقي بقف معاها، اللي ممكن يكون المجتمع بيحملها ضغوط فوق طاقتها، فيجب اللي أنا يعني أديها مسج اللي أنا معاك يعني. في دلوقتي عرض لبعض الصور حضرتك ايه، اشرح لنا. استاذ نجيب سويرس حصل اقتناء عمل من الاعمال كانت بتدعم المراه لتحديها سرطان الثدي يعني، فكنت فخور بكده يعني. وهنا افتتاح معرضي سيمفونيه صنع السكر، واللي كان تعد اهميته ان هو اول معرض يناقش قضايا المراه المعاصره بعد اعلان سياده الرئيس السيسي عام 2017 عمل المرأة. زي ايه القضايا اللي ناقشتها؟ يعني هو طبعا صعب فنان يتكلم عن فنه، لازم نشوفه ونحس نحسه يعني، لكن ايه اكتر حاجه شغلت وسيم امام وقال لا انا عايز اعبر عنها في عمل فن؟ هي ثلاث حاجات كانوا شاغلين بالي جدا. اول حاجه تعامل المرأة مع الواقع الافتراضي، وقد ايه ممكن يبقى واقع مزيف، ممكن يجر رجلينا بشكل غير سليم يعني، واخد بالك، فممكن يدينا حاجات مش مظبوطه واحنا نمشي وراها يعني. فحبيت اقول لا استوب، يجب ان احنا نفرق الواقع الافتراضي، مش كله دنيا ورديه، فيجب ان احنا ناخد بالنا. وناقشت فيه ازاي احنا بنحب اونلاين، بنكره اونلاين، ممكن مثلا نطلب ايد اللي بنحبه اونلاين. طبعا التكنولوجيا جميله وكل حاجه، لكن بنعيش اونلاين اكتر ما نعيش في الواقع يعني، بنعيش افتراضيا اكتر ما نعيش واقعيا. استخدام التكنولوجيا في حد ذاته ده ضرر كبير. وطبعا ناقشت كمان مساله الزواج المبكر، وقد ايه ممكن ينعكس عن الفتاه اللي هي تسيب طفولتها وبراءتها لتتجوز بسرعه يعني. على حد قول الناس البسطاء هي خلاص كده فارت وكبرت وتتجوز يعني، ويبتدوا من 12 سنه، فحاجه كانت تزعجني جدا يعني، بتقتل كده البراءه والطفوله. وبرده نقطه كانت شاغلاني، مساله العنوسه، وقد ايه هي ممكن تكون مشكله، لان في بعض الافكار بتتصدر لنا من الخارج واحنا بنصدقها. تمام. زي مثلا المرأة مش محتاجة الرجل، انا مكتفية بذاتي، انا اعمل كل اللي انا عايزاه لوحدي، مش محتاجة قيود. لكن احنا بنقول احنا عايزين نعمل جسور من التفاهم المشترك وطرح بعض الافكار والرؤى لايجاد حلول، لكن الرجل والمراه بيكملوا طب. بعض. صحيح. طب يعني حضرتك يعني استاذ وسيم، هل لقيت في دعم من قبل المؤسسات المجتمعيه او من يعني حتى الدوله في اقامه المزادات دي، ولا ما انت ما عرضتش اصلا غير المجلس القومي؟ هي طبعا الفكره لسه جديده، فالاستجابه شويه ليها
معقولة، يعني اللي هي تبقى أونلاين معقولة. ممكن ما يكونش فيه دعم، هو دعم ذاتي من الفنانين، وأتمنى يكون فيه دعم من الدولة لاحقا يعني. لكن طبعا القومي للمرأة يعني دعمنا، وأنا من ضمن الداعمين لحملة التاء المربوطة وحملة لإني راجل. وطبعا يعني دعم برضو لقضايا الرجل، يعني مش بس المرأة، لا لإني راجل في تفاهم قضايا المرأة. كان هاشتاج اسمه لإني رجل، لإني رجل، لإني رجل. لإن أنا على سبيل المثال مثلا أنا عندي ابني، فبديله مثل ازاي انا بتعامل مع والدته، وازاي بتناقش معاها ايجاد حلول للمواقف اللي بتقابلنا حياتيا. فده مهم جدا يعني. طيب استوقفني برضو وانا بتفرج كده معاك على الصور، وجوه مختلفة يعني، في وجوه نوبية وجوه سمراء. هنا برضو مهم جدا انه احنا بنختصر المرأة في ستيروتايب او شكل معين، المرأة المصرية او غيرها. احنا عندنا وجوه كتيره جدا، وعندنا معاناه موجوده في النوبه وفي سينا وفي اماكن واطراف حدوديه. ازاي نكتشف جمال وتعدد اوجه المراه المصريه؟ سؤال مهم جدا. لاني خليني اقول لك، وانا بصور انا مش بحاول ابرز المراه تكون ضعيفه او فيها بتعاني. كل الصور اللي انا بصورها بتلاقي فيها قوه، فيها ابتسامه. على الرغم انا واقفه وحيده، لكن بواجه، قادر اواجه بالظبط. وده اللي انا بحاول اكده من خلال مسج ايجابيه. هي الصوره دي دي مش نوبيه ولا دي النوبة. من النوبه، من النوبه، من النوبة. هي دي صوره من الصور اللي نازله في المزاد يعني. جميله جدا، اشكرك جدا. لا بعدين طب عاده لما بيتم الاختيار زي ما اتفقنا انه بيتم الاختيار لقدر المرأة، لكن هنا الصوره بتعبر عن ايه؟ معلش انا عايز اسال. لا هنا دي الصوره كانت فاين ارت، على رغم حاجه تقول لي انه يعني قويه جمال المرأة. يعني أنا مش لازم أبقى كلها في مصري وجوه مكرمشة أو في معاناة. لا يا جماعة، في ناس جميلة، مصر جميلة، فيها وجوه مختلفة. صحيح. بتصير البهجة وبتعبر عن ألوان وثقافات كتير قوي في مجتمعنا. صحيح، محتاج أعرفها. صحيح، ده مهم جدا يعني. طب لو اتكلمنا كمان على فكرة اهتمامك بقضايا المرأة، ولكن اكيد برضو في حاجات من المراه بتضايقك منها يعني. صحيح، في سلبيات. صح. فاحنا دورنا احنا نتكلم عن القضايا اللي مسكوت عنها، بس بنعمل جسور. الجسور دي عشان نوصل للاسوار المتحوطه بيها القضايا دي، ونطرح فكره، نطرح راي، نحاول نفهم بعض. لان احنا محتاجين نفهم بعض، وده اللي هيدينا استقرار في البلد. بس هل ممكن يبقى الراجل اكثر وعيا بقضايا المراه من المراه نفسها؟ يعني في بعض الاحيان المراه بيبقى عندها فكره ان يعني عادي الدنيا ماشي وكل حاجه، والراجل بيبقى اكثر دعما ليها ونصينا ليها. بتواجه ده في بعض سؤال ذكي جدا. لان احنا بنقابل بعض المشاكل، نلاقي ايه وكلاء السلطه الذكوريه من المراه ذات صحيح. نفسها. خاله، عمه، ارضي بالامر الواقع اللي انت فيه. لا ما تعمليش. المجتمع فبتثبطها يعني، وبترجعها خطوات لورا. لا يعني يجب ان احنا نتفاهم الامور. وقدوتنا في ده سياده الرئيس السيسي، قد ايه هو بيدعم المراه، وشايفين المراه في وزارات متعدده، المراه بتنافس في اليونسكو. انا فخور ببنت بلدي يعني حقيقي. صحيح. بجد يعني. صحيح. تتمنى ايه الفتره اللي جايه بعد دعمك الطويل لقضايا المراه؟ انا اتمنى ان شاء الله باذن الله في مؤتمر الشباب الجاي ان يكون في فنان تشكيلي بجوار سياده الرئيس السيسي، واتمنى ان اكون ذلك الفنان يعني. جميل. بس لان طبعا دور الفنان التوفيق باذن الله. اخيرا اللي حابب يتابع المزاد الخيري اونلاين، الصفحه على الفيسبوك اسمها ايه؟ اللي حابب يقتني حاجه يساعدكم عشان دعم مرضى سرطان الثدي، ايه بقى؟ يكتب وسيم امام فيجوال ارتست بالعربي، وسيم امام بالانجلش. بالانجلش وسيم امام. ده بالنسبه للفيسبوك. الفيسبوك هي نازله. هل في صفحات ثانيه ولا هي بس مزاد نازل على الفيسبوك؟ احنا قلنا بنسهل الناس يعني التواصل معانا يعني.
اوكي. هو ابتدى بالفعل يعني دلوقتي من يوم 18 فبراير لحد 8 مارس، حتى اللي هيكون بالتبرع يجب يقدم لنا ايصال في هذه الفتره يعني عشان نبتدي نسلمه العمل باذن الله. ايصال ان هو ايصال اللي هو للشراء الشراء ايصال اللي هو للحاجه يعني ايصال اللي هو تبرع لسرطان المستشفى البهية لسرطان الثدي. واحنا حتى في الفيسبوك كاتبين الطرق المختلفه للتبرع يعني. نشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا ومعانا طبعا اكيد في صباح قلنا الفنان التشكيل وسيم امام. يعني اكيد قضايا المراه تهم كل صحيح. المجتمع، ولكن اهتمامك الاول والاخير ليا، فانا اشكرك شكرا جزيلا على الصبح كده يعني دمت كده نصيرا وداعما للمراه وخلال الفن. مفيش اجمل من الفن عشان يدعم المراه بالوانه المختلفه. نورتنا وشرفتنا، شكرا اميره، الحمد لله على السلامه. الله مره ثانيه يا رب، ميرسي جدا. وبكره ان شاء الله لقاء جديد في صباح قلنا. صباحكم كله خير وسعاده يا رب.